شباب قناة شباب نت والسلام عليكم. علم لدى السلطات المحلية لولاية جهة درعا تافيلات أن سائق حافلة نقل المسافرين التي تعرضت أمس الأحد لحادث انقلاب بقنطرة والدمشان على مستوى جماعة الخنك إقليم الراشدية، والذي كان يعتبر من بين الأشخاص المفقودين، تقدم اليوم الاثنين لدى المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف براشدية بعد أن لاد بالفرار مباشرة بعد الحادث. وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المعني بالأمر بجناح خاص لتلقي العلاجات ضرورية تحت مراقبة المصالح الأمنية في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، وبذلك يكون عدد الناجين من هذه الحادثة حسب السلطات بلغ إلى حد الساعة 30 شخصا تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف براشدية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.